نفس، ما عم بقدر اتنفس. لك عطيناها الدواء الغلط، الله يلعن هالحظ. رح تموت، لك لونا كيف صار؟ شو رح نعمل هلا؟ رح نتبادل اذا البنت ماتت، لازم نخلص منها باسرع وقت. بسببي أنا مشي، كانت مقهورة مني كتير، بس هي ما حاولت تفهمني. نحن قلنا لك، ليش اجيتي على هالبيت أساساً؟ حتى بنتك ما بدها اياك تكوني معها. يا ربي دخيلك. عدنان، زهرة مو هون. لوين راحت يعني؟ مو لازم تقلك؟ ما أنت إمها. والله ما بعرف. ملك، لا تكون لعبة منك. عدنان أكيد عم تمزح. زهرة كانت معصبة مني وطلعت وهي زعلانة، بس لوين ما بعرف. عن جد أنا رح جن. أخ يا زهرة، شو رح نعمل بالبنت؟ لوين رح نروح؟ ما بعرف، والله ما بعرف شو الحظ اللي إلي أنا. وين أنا؟ بالمشفى. دختي وجبناكي على المشفى. بس نحن لازم نمشي. للأسف يا أنسة ما فيك تمشي. نحن لازم نخليكي عنا هون كم يوم، وإلا إيدك ممكن يصيبك وزاز. أخي عزات، أنا ما بقدر استنى. نحن هون بخطر أصلاً، بجوز يلاقونا. نرمين اسمعيني، ما راح يفيدنا تهورك. دخلتي على حق الألغام، قلتلك لا تلحقيني ولحقتيني. هالمرة راح تسمعي كلمتي. نحن هلأ قطعنا الخطر وراح تضلي هون لحتى ترتاحي. اصبري شوي، اسمعي كلمتي. كيف ضيعناهم لهدول الكلاب؟ لك كيف؟ وهلأ شو رح نعمل بابا؟ بابا رح تعصب من كلامي، بس بكفي خلينا نتركهم يصطفلوا منهم لحالهم بقى. لك انت شو عم تحكي؟ فؤاد آغا على السن ورمح، يهربوا منه ويضحك العالم عليه. إذا ما شفت جنازة نيرمين قدام عيوني أنا ما رح أعرف طعم النوم بنوب. جهزوا حالكن، رح نسافر على أورفا. يلا يلا.
لك ليش تأخروا؟ لا توقفي هيك، ساعديني يلا. شو يعني رح نتركها تموت هون؟ ليش عنا حل تاني أصلاً؟ شو بدنا نعمل يعني؟ يلا يلا خلينا نمشي يلا قبل ما يشوفنا حدا. لا ملك ولا بالقصر حدا عم بيرد علي. عزت، انت اصلا قلبك مانو مرتاح هون. روح يا ابني، انا بستنى مع نيرمين. في ناس كتير بيحبوك وناطرينك، امك، حبيبتك واخوك كمان، بس انا مالي حدا ناطرني بنوب. وبعدين خبرنا خالة لنيرمين ما بيطول كم ساعة وبيجي، وبس يجي خالة يستلمها رح الحقك. أنا ليش هيك عملت بزهرة؟ بنتي فقدت كل ثقة فيني. أنا كنت أملها الوحيد وهالمرة خزلتها. خلصنا ملك، لا تبكي، بوعدك إنه نلاقيها اليوم. روقي بس. لوين بدها تكون راحت هالبنت هلا؟ والله راح اجن منها. ان شاء الله ما يكون هالبنت صاير معها شي لا سمح الله. شو في يا خانم؟ صاير شي مو منيح؟ زهرة رجعت هربت من القصر، وعدنان وملك طلعوا يدوروا عليها. ما كان لازم نتركها تموت بهالطريقة. فهمنا وهذا اللي صار. ممكن تسكتي؟ يلا انزلي وخليكي بالبيت هالكم يوم، وبس يهدى الوضع رح اتصل فيكي.
لك يا اغا والله ما شفتها، معقوله اشوفها وما خبرك يعني؟ اصلا انا كنت بالبيت وما مريت لعنا. يا بنت اختك اجت لهون اليوم؟ لا ما اجت ابدا. قولي الحقيقه ولي. رفيف حبيبتي، اذا بتعرفي وين راحت اختك قولي لي، وبوعدك ما حدا رح يضربك. مشغول بالي عليها، واكيد ما بدك اختك يصير معها شي مو منيح، مو هيك؟ عم قلكن ما شفتها اليوم. بابا انا كمان بدي ادور معكن عن اختي، والله اذا صار لها شي مو منيح انا بموت. الله يخليك. تفضل.